زوجة في البيت لما تكون في بدايات الجواز، حتى مش لازم دلوقتي، تشتكي لك من والدتك، من والدك، من أختك مثلا، كنت بتتصرف ازاي؟ لا انا معايا الحمد لله زوجة مؤمنة وعارفة ربنا وبتعامل اهلي كويس جدا 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 يعني، ودي فضل من ربنا يعني. لا هو الموضوع مش بيبقى صعب يعني، بنحاول نوفق الاطراف. ما احبش الحاجة اسرية ما بين الزوج والزوجة تطلع بره نطاق البيت. لازم امسك العصاية من النص، دي امي ودي اختي ودي مراتي وام اولادي يعني. دي بيختلف من رد الفعل في الموقف ذات نفسه. ما اجيش على زوجتي طبعا، ما اقدرش اجي على زوجتي. عزلت مراتي انا في الدور الثالث، ووالدي ووالدتي في الدور الاول، وانا ماليش اي دخل فيها خالص. امي دي والدتي ومراتي زوجتي، فالواحد لازم يفصل ما بينهم. طبعا مش هينفع نخسر الطرف ده والطرف ده، لازم نقرب وجهات النظر طبعا اكيد. وطبعا من الاول خالص، الاختيار من الاول خالص بيفرق في الموضوع ده.